تتحدث القوات الروسية لم تسيطر على المدن الكبرى ولكنها اقتربت من العاصمة كييف، تبتعد عن العاصمة كييف 30 كيلومتر تقريبا. تلاحظ الآن تشيرنيهيف هنا فوق سومي باللون الأحمر موجود على الحدود البيلاروسية، اليوم شهدت شمال العاصمة، نعم شهدت مجازر كبيرة في حق الأرتال العسكرية الروسية القادمة من بيلاروسيا. يعني نتحدث عن تشيرنيهيف، لكن بالنسبة لكييف تلاحظ أنه كييف عندها حدود مع بيلاروسيا. كييف على فكرة في القانون الأوكراني هي إقليم خاص، يعني له قوانينه الخاصة لا يتشبه القوانين الخاصة بالمدن الأخرى، وبالتالي مجيء القوات الروسية عن طريق بيلاروسيا يمر من خلال طرق سريعة وطرق سهوبية وطرق يعني أراضي فيها سهول، وبالتالي الوصول سهل، لكن في نفس الوقت لا يعني أنه أنك أبت المقاومة موجودة في الطريق، لأنه تقريبا غير موجودة، موجود حرس حدود ثم الطريق مفتوح إلى هذه المنطقة إلى كييف، ثم كييف العاصمة اللي فيها مركز الحكم محاطة بعدة يعني بلدات ومناطق مثل إيربين وغيرها أبولون وإيفانيفكا وفاسيلكيف، هذه المناطق هي اللي تحدث فيها المعارك يعني على أطراف المدن. أصلا الدخول إلى كييف مخاطرة كبيرة جدا، مدينة كثيفة، مدينة فيها أغلبية العمران في مدينة كييف هي عبارة عن عمارات ضخمة من 17 إلى 27 طابق، دخولها بهذه السهولة لا يمكن. إنما الروس لأنهم تورطوا يحاولون اقتحام العاصمة كييف، الوصول بأي طريقة إلى قلب كييف. لماذا؟ يحاولون السيطرة على المجمع الرئاسي، والمجمع الرئاسي ومجمع السلطات الأوكرانية يوجد هنا عندك القصر الحكم، القصر الرئاسي يقابله مباشرة قصر الحكومة، وقصر الحكومة عن يساره يوجد مجلس في مركز المدينة، طبعا فيرخوفني رادا اللي هو البرلمان الأوكراني، وبالتالي أنت تستطيع أن تسيطر على مكتب الرئاسة في إذا سيطرت على أحد هذه المناطق. هي كلها مع بعض ومكشوفة، يعني محاطة بتلال، يعني لما تشوف قصر الرئاسة الأوكراني فوقه يوجد تلال، يمكن أنت أن تكون موجود وتشاهد القصر وتشاهد من يمشي هناك. وبالتالي القوات الروسية تحاول الدخول من منطقة بوزنياكي، هذه المنطقة هي عبارة عن من أي جهة؟ جهة شمالية؟ جهة لا، هذه من جهة الشرقية للعاصمة كييف. عندك منطقة بوزنياكي، هذه المنطقة يفصل بينها وبين المركز حوالي 30 كيلومتر، ويفصل بين هذه المنطقة والمنطقة نهر دنيبر. يعني